فتيات يجب أن أخبركم بشيء إنه عاجل. معلم مايك ربما غدا. معلم مايك شاهدت مباراة كرة السلة؟ أجل كانوا رائعين. عرض المواهب. أي عرض المواهب؟ هذا شيء جديد، هذا مثل النادي؟ معلم مايك ماذا؟ إنه برنامج مواهب يضم الأكاديمية، علينا أن نشارك، علينا أن نختار الأفضل. أجل حان وقتي. اسمعي اللحظة، يجب أن نقوم باختبارات الأداء لتحديد من سيمثل أكاديميتنا. الجائزة 100,000 دولار. سأشارك. أخبرنا بالتفاصيل معلم مايك. سيقام يوم السبت، إذا نحن بحاجة ماسة لإجراء اختبارات الأداء. فتيات 100,000 دولار، خطتنا ستتغير. ماذا، هل نلغي مسابقتنا؟ لا، اليوم ستكون لدينا تجربة أداء وثم سنحدد جدولنا لنشرت هدف المجموعة. هل الجميع سيشارك؟ الجميع سيشارك سمايل. حسناً ديان، انشري هدف المجموعة، يجب أن نفوز بالمركز الأول. 100,000 دولار، أريد أن أكون الأول أيضاً. الأكاديمية ستفوز سمايل، والجائزة ستذهب عند الأكاديمية سمايل. حسناً، نشرت هدف المجموعة. شباب يجب أن نستعد. أنا أيضاً سأشارك، يجب أن نفوز.